بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هاي الوقفة اللي نظمت يامس هي تقريبا منذ صدور قرار الأمم المتحدة التالي حول الصحراء الغربية. الجماهير بدأت التظاهر، بدأت من الجذور عبود امتدت إلى العيون، لأن يامس يعني دعت لها مجموعة من الفعاليات. هذه الوقفة اللي يامس دعت لها مجموعة من الفعاليات وحدت مطالبها في لفتات، وهي لفتات يعني هم قلعوها بالقوة من 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 المنظمين لهذه الوقفة. وهي لفتات فيها احترام حقوق الإنسان، ضرورة حضور آلية تراقب حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، استفتاء لتقرير المصير، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، احترام حقوق الإنسان بشكل عام. هذا هو اللي في اللافتات اللي كانت مطالب هذه الوقفة يامس. هاي الوقفة يامس أولا استجابت لها الساكنة تقريبا والله أكثريتها، إلى بعد عن الصحافة المغربية البارح كاتبة على أنها قدرتها ب 3000. الصحافة المغربية اللي ما هم إحنا قدرتها ب 3000 متظاهر. هاي المتظاهرين حملوا أكثريتهم حملوا راية الجبهة الشعبية لتحرير الساق الحمراء بوادي الذهب، راية بولوساريو. وهي الراية يعني دليل واضح على تمثيلية الصحراويين ومن يمثلها الصحراويين. هاي الراية يعني هي ملخص المطالب كاملة اللي في هذه الوقفة ولا في هذه الوقفات. احنا تعرضنا للقمع الشديد بزعامة الباشا محمد النشطي ونبيل العوني نائب مدير الأمن وآخرون معاهم، تعرضنا للقمع الشديد في شارع السمارة. أنا يعني انضربت على الركبة اليمنى وذا هو الآن عاجز عن الوقوف. وكثير من الضحايا اللي لا نستحضر أسماءهم لأنهم بعد كثر، واستمرت هذه المواجهات ما يقرب من 4 ساعات يوم أمس. نحن يعني كيف قلنا للسلطات وقلناها في البيان اللي انتشر على وسائل الإعلام خصوصا الإلكترونية منها، على أن هاي الوقفة سلمية ما تضرب بالحجار ولا تسب مليك ولا رئيس ولا حكومة ولا دولة. احنا وقفتنا سلمية، نطالب بتغيير المصير، نطالب بالاستفتاء، نطالب بالسماح لنا بتنظيم وقفات سلمية، نطالب بالكشف عن مصير المختفين، نطالب باستفادة الصحراويين من هاي الثروات اللي تمشي وهم ما مستفيدين منها. هذه راهي مولي جات يامس في المطالب، راهي السيد تقوي ولكن انها جات في المطالب. هاي الثروات اللي تمشي لا صيد بحري ولا فوسفات ولا رمال تستنزف من هون والصحراويين لم يستفادوا منها. نحن الان هاي مطالبنا وقلناها في هاي الوقفه، ولا انه ناكدوا على وقفات سلميه وستبقى سلميه ان شاء الله، ونطالبوا يعني من العالم بما فيها الحكومه المغربيه او الدوله المغربيه ان تسمح لنا باستمرار هذه الوقفات محدها تكتسي طابع سلمي. اللي ملفت الانتباه انها هذه الوقفه عرفت يعني مشاركه كثير من الصحراويين اللي شاركوا فيها يامس من مختلف الجهات ومن مختلف الاتجاهات، بل الصحراويين كلهم بدون استثناء. هاي الوقفات شاركوا فيها الصحراويين كاملين، ما تقتصر على فئة عن فئة ولا مجموعة عن مجموعة، جميع الصحراويين شاركوا في هاي الوقفات. وهذا يدل على أن رغبة الصحراويين كاملين بدون استثناء في إنهاء هذا النزاع القائم منذ ما يقرب من 40 عام. الصحراويين هذه هي مطالبهم، وهذه هي يعني الرسالة اللي وجهوا للعالم، أنه لا بد من الاستفتاء، لا بد من تقرير المصير، لا بد من احترام حقوق الإنسان، لا بد من استفادة الصحراويين من هذه الثروات اللي تستنزف، والصحراويين هون كلهم بطالة، كلهم بغير بدون سكن، كلهم بدون تعليم ذاك هو كل شيء. يعني إحنا هذه هي المطالب، وتستمر هذه إن شاء الله الوقفات بطرق سلمية.